وطن عبد اللطيف الحسيني زي ما شارك التيم مع بكر. نعم دخل المباراة التشكيل، يعني 90% من الناس اللي بيحضروا الدوري السعودي ما كانوا متوقعين انه جوفينكو يبدأ المباراة، كان نعم نقطة مهمة جدا في الهلال بخلاف مشاركة جوفينكو الضغط العالي. حتى في خيارات الضغط العالي لو شاهدت المباراة 3 أهداف، الهدف سجل فييتو وهدف كنو وهدف ناصر الدوسري، 3 أهداف من الضغط العالي، وهو أسلوب المدرب جميل عبد اللطيف الحسيني، راجع عبد اللطيف الحسيني الكوتش عبد اللطيف الحسيني بشكل كبير، لأنه ما شاهدناه في دوري أبطال آسيا الضغط العالي. نعم. أفضل لاعب في الجولة لاعب الهلال جوفينكو، لاعب محترف بدليل غيابه 2 شهر تقريبا من المشاركة وابتعاده في فترة دوري أبطال آسيا لأنه ما في قائمة الفريق الآسيوية، مع ذلك شارك في المباراة وكان مؤثر جدا. نعم. في الضغط العالي، في التمرير، في بناء اللعب، في التوجيه، كان مؤثر جدا. نعم. أفضل هدف بالنسبة لي في الجولة هو هدف لاعب النصر سامي النجعي. نعم. الهدف عادي جدا من الوهلة الأولى، نعم، لكن الهدف كان فيه شغل كبير جدا تكتيكي. الهجمة بدت من علي نجام الظهير الأيسر، اتمرت نعم لما يكون في بناء تحت الضغط من الخلف وصولا لسلطان الغنام، ولما سلطان الغنام عكس الكرة كان نعم في زيادة من 6 لاعبين في منطقة جزاء الفيصلي، منهم 2 محاور نعم وسامي النجعي اللي هو محور سجل الهدف. فدي جوانب التكتيكية تحتسب لمدرب النصر أيضا. نعم. أفضل حارس في الجولة حارس نادي الباطن الأريغواياني مارتين كابينجا، ساهم بشكل كبير في أنه يخرج فريقه بالتعادل أمام الاتحاد. نعم.